فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اختلاف التضاد، قال: وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، وكذلك آل إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها. تعيد الكلام. قال رحمه الله: وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لما قرر الشيخ رحمه الله فيما سبق أنواع الاختلاف المذموم والاختلاف المحمود، نعم، وذكر أمثلة للخلاف المذموم من الآيات والأحاديث، ذكر ما وقع في هذه الأمة، أن هذه الأمة ستتشبه أو يتشبه كثير منها بمن قبلها، فالذين قبل هذه الأمة وقع فيهم اختلاف التضاد والتفرق والتقاتل فيما بينهم، فلا بد أن يقع في هذه الأمة، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فوقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من التفرق الذي هو نتيجة الاختلاف المذموم وهو اختلاف التضاد، ما وقع هذا إلا بسبب الاختلاف، اختلاف التضاد. فلو أن هؤلاء بقوا على الكتاب والسنة ما حصل اختلاف، لأن الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هو القرآن، فهو يعصم من الاختلاف. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذا دليل أيضا على أن الاعتصام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه يقيان من اختلاف التضاد. أما اختلاف التنوع فهذا يقع وهو غير مذموم كما سبق، لكن اختلاف التضاد، فما حصل في هذه الأمة من الافتراق والتباغض والاقتتال وسفك الدماء إنما هو نتيجة اختلاف التضاد الذي هو خلاف الكتاب والسنة. فأما من بقي على الكتاب والسنة فإنه لا يحصل فيه هذا المحذور، وهو التباغض والاقتتال، وإنما هذا في خلاف في اختلاف التضاد الذي هو الأخذ بالأهواء والأخذ بالآراء الخاطئة والتعصب للفرق والتعصب للمذاهب والتعصب للرؤساء، هذا هو الذي يوقع في الاختلاف التضاد ويوقع بالتالي بسفك الدماء.